السلام عليكم. الصف الرابع، نفتح كتاب Pupils Book، كتاب الطالب، للصفحة 5، الصفحة الخامسة. في عندنا هون تمرين نمبر 2، التمرين الثاني. هذا التمرين له أهداف معينة. الهدف الأول تذكيرك بمعنى كلمة always، دائما. إذا always معناها دائما، إذا هاي الكلمة نسيها اكتبها على الدفتر عندك الآن، اكتب always معناها دائما. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني اللي هو استخدام اس المفرد. ايش يعني؟ الآن في عندنا حرف الاس، حرف الاس يضاف للفعل إذا كان الفاعل مفرد. كيف يعني؟ هسه بحكي لكم كيف. إذا نظرنا إلى هنا راح نجد إنه علي always، يعني علي دائما. احنا قبل شوي حكينا معك always دائما، هون حكينا always دائما. طيب علي always get up، الاصل انها get up يعني يستيقظ. get up يعني هي get up، get up معناها يستيقظ. لكن لاحظوا هون حكينا gets up، يعني ضفنا s لكلمه get، ضفنا كلمه get at s، صار في عندي gets up. طب السؤال، ليش get تحولت إلى gets؟ هذا السؤال. ليش الفعل get أضفنا له s؟ ببساطة لأن الفاعل مفرد، لأن الفاعل علي واحد، شخص واحد. فبالتالي ما بنحكي علي get، نحكي علي gets. واضح الأمور إن شاء الله؟ قياسا على ذلك، الآن هسه خلينا ناخذ هسه نوضح الأمور بكثرة الأمثلة. مثلا هون نحكي علي always، علي دائما. ماذا؟ علي دائما gets up. هنا اكتب gets up in English، gets up. هاي الاس بنسميها اس المفرد لما نضيفها للفعل، لانه الفاعل مفرد. طيب have breakfast يعني يتناول الافطار. لما نحكي علي دائما يتناول الافطار، ايش راح تصبح؟ علي always يعني علي دائما، بدل have راح تصبح has. طب ممكن شخص يقول ليش ما ضفنا اس وقلنا haves؟ هاي حالة شاذة إلها، يعني خلص انت اعرف انه الهاف اذا بدنا نضيف لها اس تصبح has، هيك خلص. اذا كان الفاعل مفرد ما بنحكي have، ما بنحكي علي have، خطأ، ولا بنحكي علي haves كمان خطأ، الصح علي has. إذا علي always يعني علي دائما، has breakfast يتناول الإفطار، دائما علي يتناول الإفطار. طيب هون go to school يذهب إلى المدرسة. لما نحكي علي always علي دائما، نحكي go and goes، طبعا goes. إذا راح تصير goes gs، go تصبح goes. طبعا ممكن البعض يحكي ليش أستاذ goes، ليش مش ما تكون، ليش ضفنا es بدل الاس؟ نحكي لك لما الفعل يكون اخريته او بدل الاس بنضيف اي اس. اعيد مره اخرى، لما يكون الفعل اخريته او مثل جو، بدل الاس بنضيف اي اس. اوكي طيب تمام. نذهب الى هنا start school، start يبدا المدرسه، start. الان بدنا نضيف اس لستارت، فيصبح عندي اذا بدي احكي انه علي دائما يبدا المدرسه بيحكي علي always starts school. طيب do homework يقوم بواجبه، ايش راح تصبح؟ علي always علي دائما does. مره اخرى راح نضيف es بدل الاس لحالها، es لانه do اخرها o مثل كلمه go، لان اخرها o نضيف es بدل الاس. go to bed يذهب الى السرير راح تصبح goes، ونضيف اي اس لانه اخر الجو لانه اخر كلمه جو اخرها او، فبنضيف اي اس. طيب تمام. هسه الان ان شاء الله نكون هيك حققنا الهدف الثاني، انه كيف نضيف، متى نضيف الاس للفعل اذا كان الفاعل مفرد، وسوينا امثله عديده هون. الان الهدف الاخير اللي هو التعبير عن الوقت. التعبير عن الوقت، انا كيف احكي قديش الساعه؟ كيف احكي كم الوقت الان؟ قبل ما نبدا نحكي كم الوقت الآن، في كلمات أنا بدي أتأكد إنه أنتم حافظينها. إذا كنتوا حافظينها بيكون ممتاز، إذا ما كنتوا حافظينها أوقف الفيديو الآن، أمسك الدفتر تبع الإنجليش وبالقلم أكتب
هاي المعلومات كلها، خصوصا معلومات التعبير عن الوقت، واحفظها عن غيب، بعدين كمل الفيديو. الآن إن شاء الله تكون أنتم كم أوقفتوا الفيديو وحفظتوا هاي الكلمات. في عندي أولا half، يعني ما بنلفظ حرف ال، half. ما معنى half؟ معناها نصف، معناها نصف. طيب كويس، لأنه مرة تحكي الساعة السابعة والنصف، فبالتالي half يعني نصف. طيب كيف مثلا الساعة، لو بدي أحكي الساعة الثانية والنصف، كيف بحكي؟ half past two، half past two، half يعني نصف، past two يعني كان بحكي الثانية والنصف، كان بحكي الثانية والنصف. إذا كيف أحكي الثانية والنصف؟ half past two. طب كيف أحكي الثالثة والنصف؟ half past three. كيف أحكي الساعة الخامسة والنصف؟ بحكي half past five. أوكي، روح اللي بعديها. quarter، quarter، quarter يعني ربع، quarter يعني ربع. يعني لو بدي أحكي مثلا الساعة الثانية والربع، الثانية والربع، إيش بحكي؟ quarter past two، quarter past two. طب بدي أسألك سؤال، كيف بدي أحكي الثالثة والربع؟ quarter past three. طب كيف أحكي الرابعة والربع؟ quarter past four. وهكذا. لاحظوا أنه أنا في الإنجليش بذكروا النصف والربع قبل الساعة، إحنا في العرب نقول ثنتين ونص، لهم بيحكوا بالأول النص بعدين بذكروا الساعة ثنتين. أوكي، نيجي على الآخر هون، آخر واحدة. كيف نحكي الساعة الثانية إلا ربع؟ إلا ربع، نحكي quarter to two. إذن two هون وكأنه معناها إلا، two معناها وكأنه إلا، معناها إلا، بينما past معناها و في هذا المكان. إذن لما نعبر عن الوقت، لما نعبر عن الوقت، past بيكون معناها و، to معناها إلا. فلما بدي أحكي الساعة الثانية إلا ربع بحكي quarter to two. طب أسألك سؤال، كيف أحكي الساعة الثالثة إلا ربع؟ بحكي quarter to three. كيف أحكي الرابعة إلا ربع؟ quarter to four. وهكذا. هسه الآن هاي المهارات اللي تعلمناها بدنا نطبقها في حل هذا التمرين. التمرين هذا كيف حله؟ في عنده هالمثال، خلينا ننظر لهذا المثال. Ali always gets up، علي دائما يستيقظ، at في 6 o'clock، في الساعة السادسة، في الساعة السادسة. إذا نظرنا هون متى علي بيستيقظ، هاي في عندي هون، من جبت المعلومات هاي من الصورة الأولى، هاي علي بيستيقظ، get صارت gets up، أي ساعة بيستيقظ؟ لاحظوا في عندي ساعة السادسة، أنتم شاء تكونوا فاتحين كتبكم إذا ما كانت الصورة واضحة كثير لأنها صغيرة. في عندي هون الساعة 6 مكتوب عندها صح، يعني هو بيصحى الساعة 6 وليس في الساعة السابعة، وليس في الساعة السادسة والربع، لأنه مكتوب إنها إكس، ففي عندي وقتين. هو بيقوم بيستيقظ في الساعة السادسة وليس في الساعة السادسة والربع، هذا بدي أحكي أنا. فبحكي Ali always، علي دائما، gets up، يستيقظ، at 6 o'clock، في الساعة السادسة، نقطة. الآن الجملة الثانية، الجملة الثانية إيش تحكي؟ he never gets up، يعني هو لا، never يعني لا، على الإطلاق أبدا، هو لا يستيقظ، مرة ثانية، هو لا يستيقظ at في أي ساعة؟ at a quarter past six، في الساعة السادسة إلا ربع. طيب تمام؟ إن شاء الله تكون الأمور هيك وضحت. الآن هسا إذا بنعمل جملتين، الجملة الأولى بتحكي عن الساعة اللي موجودة عندها صح، والجملة الثانية تحكي عن الساعة اللي فيها إيش؟ x. حتى أبسط لكم الأمور، حتى أبسط لكم الأمور، الأشياء اللي راح تحتاج إنك تغيرها، أول إشي إيش اللي بيعمله؟ في الصورة الأولى إيش؟ gets up. في الصورة الثانية راح نحكي has breakfast، راح أحكي علي always has breakfast. في الصورة الثالثة راح أحكي goes to school، وهكذا. وكمان راح أغير الساعة، يعني في الصورة الأولى مثلا الساعة كم؟ 6 o'clock. في الساعة الثانية راح تكون إيش؟ 7:30. كيف نحكي 7:30؟ half past seven. طيب تمام؟ وهكذا. he never gets up، مرة ثانية الفعل نفسه،
اللي حطيناه هون راح نغيره. يعني في الصورة الثانية he never has breakfast، هو ما بيفطر. at وبنغير وإيش الوقت اللي مذكور هون، مثلا ها quarter past six، بينما الساعة هاي عندي مثلا سبعة إلا ربع، فبالتالي quarter to seven. طيب هل ممكن يستاذ تحل لنا هيك صورة صورتين حتى الأمور يعني تكون أوضح بكثير؟ نعم ممكن. طيب بدنا نحكي الآن عن الصورة الثانية، شو بدنا نحكي فيها؟ بنحكي إنه علي دائما يتناول الإفطار has breakfast في الساعة السادسة والنصف نقطة. الجملة بعديها هو لا يتناول إفطار أبدا في الساعة السابعة إلا ربع. كيف نكتب هذا الشيء؟ نكتبه هنا ألي، هاي طبعا الصورة الثانية، الصورة الثانية ألي always. إيش يعني ألي always؟ أكيد معروف ألي always، علي دائما، علي دائما إيش يتناول إفطار. كيف نحكي يتناول إفطار؟ has breakfast. ليش have حولناها has؟ لأنه الفاعل علي مفرد. إذن علي always has breakfast at في يعني في الساعة، في الساعة كم؟ السابعة والنصف. إيش معنى السابعة والنصف؟ half past is seven، في السابعة والنصف half past seven نقطة. بنحكي هو هو لا يتناول الإفطار أبدا في الساعة السابعة إلا ربع. إذن هو لا يتناول he never معناتها لا يفعل هذا الشيء أبدا. He never has breakfast at سبعة إلا ربع. كيف نحكيها؟ quarter at a quarter to إيش؟ to seven. هيك احنا بنكون حللنا الصورة الثانية، صح ولا لا؟ نفس النظام الآن. هسا إذا أنت حفظت هذول وعرفت هذول وشفت هذا المثال وشفت المثال اللي أنا كتبته، راح تقدر تعمل باقي الصور. هذا واجبك أنت، لازم تعتمد على نفسك. إذا في كان صعوبة في هذا التمرين ممكن أنك تعيده حتى يصبح إن شاء الله أنه سهل عليك. لكن خلينا نروح قبل ما ننهي الفيديو على التمرين بعديه، سهل كثير. التمرين اللي بعديه نكبر الشاشة هيك. أوكي تمام تمام ممتاز ممتاز ممتاز. التمرين اللي بعديه لاحظوا هون شو في عندنا. في عندنا استخدام لكلمة always، في عندنا استخدام لكلمة always، وفي عندنا استخدام لنيفر. always يعني دائما، never يعني لا ومطلقا كمان هذا الشيء أبدا. مثلا لما واحد بيحكي I always brush my teeth، إيش يعني؟ أنا دائما أفرشي أسناني twice مرتين a day في اليوم أو مرتين يوميا. منين جبناها هاي؟ من هون brush my teeth twice a day. أوكي طيب تمام. إذن أمر سهل. إذن أنا في عندي هون تمرين. إذن brush my teeth twice a day أصبحت هي هون brush my teeth twice a day. إذن أنا بس شو بدي أجيب من عندي؟ I always، أنا دائما، أنا دائما أحكي شيء معين. طيب هنا في عندي I never talk، أتحدث، أنا لا أتحدث in في the library في المكتبة. أنا لا أتحدث في المكتبة. منين جبناها هاي ترى؟ منين جبناها؟ من هون. خليني أحكي لكم منين جبناها. talk in the library، هيتها هون عندي talk in the library، التحدث في المكتبة. فبالتالي أنا هون في عندي عدة جمل، بعض هاي الجمل شيء إيجابي شيء جيد، فبدي أحكي أنه أنا دائما بعمل هذا الشيء. في بعضها شيء سلبي شيء غير جيد، مثل الكلام في المكتبة، هل كويس أن الواحد يحكي في المكتبة؟ طبعا لا. فبالتالي إيش راح أحكي؟ I never، وبحكي بعدين هذا الشيء السيء، يعني أنا أبداً ما بعمل هذا الشيء السيء.
وإذا كان شيء إيجابي بحكي I always، أنا دائما بعمل هذا الشيء الإيجابي. الأمور واضحة إن شاء الله. طيب نأتي إلى هنا get up late. إيش يعني get up؟ مرت معنا أكثر من مرة، يستيقظ. طب late متأخر، يستيقظ متأخرا. هل الاستيقاظ متأخر إشي إيجابي أم سلبي؟ طبعا شيء سلبي، فراح أستخدم معها أي جملة؟ راح أستخدم معها الجملة الثانية. إذا راح أستخدم معها الجملة الثانية إيش راح أحكي؟ I never، بعدين الأصفر، get up late. I never get up late. أنا لا أستيقظ متأخرا أبدا. طيب كويس، نأتي إلى هنا run. عارف إيش ما ترن؟ أكيد لكن run يركض. In the classroom، يركض في الصف. هل هذا شيء إيجابي أم سلبي؟ طبعا سلبي. طيب إذا راح نستخدم مع الصيغة الثانية فراح نحكي I never، أنا لا، I never run in the classroom، صار معناها أنا لا أركض في الصف أبدا. أوكي تمام، فصار في عندي إذن هاي مع never، I never eat in class، أكل في الصف. هل الأكل في الصف شيء سلبي ولا إيجابي؟ أكيد سلبي، فبحكي I never eat in class. طيب do my homework، أقوم بواجبي، إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي، فبحكي I always، I always أخلي I always والأصفر أستبدله هون. I always، أنا دائما شو؟ do my homework، أقوم بواجبي. طيب هون brush my hair، وفرشي شعري، يعني أمشط شعري بالفرشاة، بالفرشاة، إيجابي أم سلبي؟ إيجابي، فبحكي I always brush my hair. wash my hands before I eat، أغسل يداي قبل الأكل، إيجابي. إذن هون forget my school books، forget، أنسى my school books. هل شيء جيد هذا أن الواحد ينسى school books؟ طبعا شيء سلبي. إذن I never forget my school books. go to the mosque، go to معناه يذهب إلى mosque، المسجد، by bike، أذهب إلى المسجد بالبسكليت. فهل شيء إيجابي؟ نعم، فبحكي I always go to the mosque by bike، أنا دائما أذهب إلى المسجد بالدراجة الهوائية. هذا حل التمرين. المطلوب منكم الآن أنه بس يخلص هذا الفيديو على الدفتر الجمل اللي أنا حكيتها، أنا ما كتبت كتاب، بديكم أنتوا تكتبوها بأنفسكم وتتمرنوا كيف تحكوا جمل إيجابية أنه أنت دائما تعملها، وكيف تحكى عن الجمل السلبية أنه أنت أبدا ما بتقوم فيها. هيك بكون خلص الفيديو، لا تنسونا من الاشتراك واللايك. السلام عليكم ورحمة الله.